بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، وهذا هو الدرس الأول من شرح تمارين مادة النحو، مادة الجرامر English Grammar in Use. طبعا هذه هي الطبعة الرابعة اللي راح نشرح عليها، فإذا طبعتك مختلفة يعني تقريبا أكو بعض التمارين بها اختلافات. اليوم نتحدث عن التمرين الأول، تمرين واحد إلى واحد، يعني تمرين اليونت الأول، تمرين الأول بالوحدة الأولى. The sentences on the right follow those on the left, which sentence goes with which. هنا عندنا مفردات جمل، هذه الجمل احنا يعني زمن اليونت الأول يتحدث على زمن المضارع المستمر، فهنا عندنا جمل بهاي القائمة وعندنا جمل بهذه القوائم، فالمطلوب من عندنا نربط هاي القائمة ويا هذه القائمة ونشوف الحل. هذه التمارين حقيقة يعني اكو بيهن مو كلش مهمة واكو بيهن يعني عادية. انا بالنسبة لي راح اشرح كل التمارين، بس اكو تمارين مهمة راح اقول لك لاني كلش مهمات، راح اكو تمارين اقول لك عليهم كلش مهم، هسه هذا التمرين مو حيل مهم يعني، بس انا راح اشرح لك اياه زين. عيني التمرين، الجمله الاولى please don't make so much noise. طبعا noise يعني ضوضاء، لا تسوي هوايه ضوضاء. الحل ويا الاف، وين الاف؟ I am trying to work. شوف اذا هذه الجمله من قلنا don't make، هذه الجمله هذا شوف صارت مضارع مستمر، يعني رجاء لا تخلي ضوضاء، لا تسوي ضوضاء، انا احاول انه اعمل. ترى هذه مو معناها ما تجي بالامتحان اخوان، انا قلت لك مو حل مهم، بس الفكره مالته هيك ما تجي، بس المفردات هم لازم تقران يعني زين. فالاولى وي اف. ثانيا I need to eat something soon، احتاج ان اكل شيئا قريبا. طبعا الحل حسب الكتاب بيقول وي جي، الجي وينها؟ هذه الجي. I'm looking for an apartment. عفوا الحل ويا اي، عذرا هاي رقم اثنين، الحل ويا اي. شفت المعنى ما متراهم فما اقتنعت بالموضوع الا تاكدت من عنده. I am getting hungry، يعني اني جوعان، اذا انا راح اكل شيء قريب، يعني احتاج ان اكل شيء قريب، لذلك انا جوعان يعني. اذا بما انه هو يعني يريد ياكل شيء، اذا he is getting hungry، يعني هو جوعان. رقم ثلاثة don't have any more. I don't have anywhere to live right now. ما عندي أي مكان حتى أعيش به الآن. هذه راح يكون الحل ويا G. I am looking for an apartment. يعني ما عندي مكان أعيش به، أنا أبحث عن شقة. رقم أربعة we need to leave soon. نحن يعني نحتاج أن نغادر قريبا. الأربعة ويا ال A. طبعا هذا حل الكتاب يعني ماكو نقاش بي. It's getting late، يعني احنا نحتاج انه احنا لازم نروح من وقت، لانه هي دا تصير يعني يصير الوقت متأخر. اذا اي جملة تبدأ بهذه الجملة اخوان راح يكون جوابها او الجانب الاخر بيها هو مضارع مستمر. خمسة they don't need the car anymore، ما يحتاجون سيارتهم. خمسة ايه طبعا الخمسة هي ويا الدي، ويا الدي، الدي هذه وينها؟ they are trying to sell it، هم يحاولون انه يبيعونها. they are trying to sell it. عندنا رقم خمسة things are not so good at work. ستة هسه رقم ستة الحلوية ال H. The company is losing the money. يعني things are not so good at work. أشياء ليست جيدة في الشركة. إذا الشركة يعني دا تخسر أموالها. The company is losing their money أو the money. رقم سبعة ويا البي. It is not true. It is not true what they said. اللي قالوا مو صحيح. The company B. الحل هو B. They are lying. هم يكذبون. الشيء اللي تقوله مو صحيح إذن هم
يكذبون. وعندنا رقم 8 you are going to get what 8 الحلوية C it's starting to rain يعني احنا راح نتبلل الدنيا دا تمطر. ترى احنا راح نتبلل الدنيا دا تمطر. هذا هو فكرة التمرين الاول. اقرأ واتمنى تشترك بالقناة ولا تنسى تشارك هذه الفيديوهات لبقية الطلبة.